يقول: أعمل طبيبا في منشأة طبية وأكشف على الرجال والنساء، ويحدث أنه أثناء أداء عملي مع النساء أن تتحرك شهوتي مع مجاهدتي لذلك، ويتكرر هذا الشيء معي كثيرا، ما حكم وضوئي وأنا على هذه الحالة، وبماذا تنصحونني؟ أولا لا يجوز لك أنك تكشف على النساء، وأنت لا يجوز الكشف على النساء للرجال حتى ولو لم تتحرك الشهوة، لأن هذا وسيلة إلى الفتنة. النساء تكشف عليها نساء طبيبات، الرجال يكشف عليهم رجال أطباء، ولا يجوز العكس لما في ذلك من الفتنة. إذا تحركت الشهوة هذا أشد، وإذا كانت شهوة مع مس جلد المرأة مباشرة هذا ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء إذا كان مباشرة من دون حائل. على كل حال لا تعمل هذا العمل، ابتعد عنه، خل شغلك مع الرجال خاصة. نعم.